والآن نتحول إلى أخبار الاقتصاد من نشرة التاسعة. باقة من أخبار المال والأعمال بصحبة مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا محمد عبدو، شكرا أمير العقدة. أهلا بكم مشاهدين الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة. أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية الاستمرار في نهج الانضباط المالي والحفاظ كذلك على المسار الآمن للموازنة العامة للدولة رغم التحديات العالمية الراهنة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده لاستعراض التقديرات الأولية للموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي. وشهد الاجتماع مناقشة عدد من النقاط المرتبطة بأداء الموازنة العامة للدولة للعام الجاري، من بينها التقديرات الإجمالية الأولية للأداء المالي للعام الحالي، وأكد التقديرات الأولية لأداء الإيرادات والمصروفات العامة. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة جهود صندوق مصر السيادي لجذب الاستثمارات الأجنبية والإجراءات الخاصة ببرنامج الطروحات الحكومية في عدد من القطاعات. الاجتماع تطرق أيضا إلى الاستثمارات المرتقبة في مشروعات محطات تحلية مياه البحر والجدول الزمني لبرنامج الطروحات والإجراءات المقرر اتخاذها. كما تناول الاجتماع حجم الاستثمارات المرتقبة من مشروعات الهيدروجين الأخضر التي تم توقيع اتفاقيات بخصوصها على هامش مؤتمر المناخ. كما أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية ملف برنامج أسهم وطرح أسهم الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها في الأسواق وتوسيع قاعدة الملكية. وخلال الاجتماع لمتابعة مستجدات برنامج الطروحات العامة في البورصة، أكد مدبولي أن الهدف الأساسي من برنامج الطروحات يتمثل في تحقيق أفضل عائد مادي للدولة وتعظيم الاستفادة من أصولها من خلال إتاحة الفرصة سواء للطرح العام للمواطنين أو للقطاع الخاص للمشاركة مع الدولة في زيادة فعالية ونجاح هذه الأصول وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة. إلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات على تراجع جماعي ومؤشرات بعد صعود دام لست جلسات متتالية وسط تداولات مرتفعة، وتراجع رأس المال السوقي للأسهم الشركات بنحو 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 821.7 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات ففتح مؤشر إيجكس 30 عند مستوى 12523 نقطة وأغلق عند مستوى 12449 نقطة متراجعا بما نسبته 59%. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 عند مستوى 2408 نقاط وأغلق عند مستوى 2397 نقطة منخفضا بما نسبته 45%. أما مؤشر EGX 100 ففتح عند مستوى 3500 نقطتان وأغلق عند مستوى 3484 نقطة متراجعا بما نسبته 52%. من أسواق المال إلى أسواق العملات، وفيها تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل فيها الدولار الأمريكي 24 جنيه و47 قرش للشراء و24 جنيه و54 قرشا للبيع. بالنسبة لليورو فقد وصلت قيمته إلى 25 جنيه و3 قروش للشراء و25 جنيه و12 قرش للبيع. بالنسبة للجنيه الاسترليني فقد وصلت قيمته إلى 28 جنيه و87 قرشا للشراء و28 جنيه و97 قرشا للبيع. أما بالنسبة للعملات العربية مقابل الجنيه المصري فقد سجل الدرهم الإماراتي ما قيمته 6 جنيهات و66 قرشا للشراء و6 جنيهات و68 قرشا للبيع. وأخيرا الريال السعودي الذي وصلت قيمته إلى 6 جنيهات و50 قرشا للشراء و6 جنيهات و53 قرشا للبيع. من أسواق العملات إلى أسواق المعادن النفيسة، فيها هبطت أسعار الذهب العالمية للجلسة الرابعة على التوالي لتصل إلى 1739 دولارا
للأوقية. أما محليا فسجل الذهب عيار 18 ما قيمته 1114 جنيه، بالنسبة لعيار 21 فقد وصلت قيمته إلى 1300 جنيه، وبالنسبة لعيار 24 فقد وصلت قيمته إلى 1486 جنيه. وبناء عليه وصل سعر الجنيه الذهب إلى 10400 جنيه. ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان قال إن المملكة العربية السعودية لا تبحث احتمال زيادة إنتاج النفط مع منتجين آخرين في منظمة أوبك، نافيا بذلك تقريرا لصحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق من اليوم. في هذا الصدد أشار وزير الطاقة السعودي لأن الخفض الحالي ومقداره مليونا برميل يوميا من قبل أوبك حتى نهاية العام القادم 2023. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال. في نشرة التاسعة نعود لاستكمال ما تبقى فيها من أخبار مع محمد وأميرة. شكرا لك مصطفى.